تضم جامعة بني سويف العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وذلك في إطار التطوير في التعليم والبحث العلمي. يأتي من أهمها كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في منح الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات البيئية. في إطار تطوير التعليم والبحث العلمي، تضم جامعة بني سويف العديد من الكليات والمعاهد الفريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط. كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة كلية نشأت بينية، عندنا تخصصات بينية في أربع أقسام علمية: قسم علوم المواد وتكنولوجيا النانو، قسم العلوم البيئية والتنمية الصناعية، قسم التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، قسم علوم وهندسة الطاقة المتجددة. كل التخصصات دي تخصصات بينية مهمة بتخدم احتياجات المجتمع والصناعة. يأتي من أهمها كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة في منح الدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراه في التخصصات البينية من خلال أربعة أقسام رئيسية: قسم علوم وهندسة الطاقة المتجددة كلية الدراسات العليا جامعة بني سويف، قسم فريد من نوعه بيقدم دراسات في دبلوم هندسة الطاقة وماجستير هندسة الطاقة ودكتوراه هندسة الطاقة، والقسم يحاول يلاقي حلول بديلة لأزمة الطاقة الموجودة في العالم كله الوقتي عن طريق تحضير مواد نانومترية بتديني كفاءة أعلى سواء كانت عضوية أو غير عضوية، وعمل فابريكيشن للسولار سيل أو استخدام هذه المواد في عمل فيول سيل لتخزين الطاقة كأنظمة لتخزين الطاقة. الدراسات العليا للعلوم تعد من الكليات العلمية والفريدة من نوعها في إجراء البحوث والدراسات المتقدمة بين الجامعات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، والمساهمة في حل المشكلات الصناعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتعامل مع رؤية مصر 2030 من خلال مناهج بينية وبحوث متعددة التخصصات. برنامج التكنولوجيا الحيوية عندنا في سواء كان ماجستير أو دكتوراه أو دبلومة بنأهل الطالب أن يكون نحن نخرج طالب مميز على المستوى البحثي في مجال التكنولوجيا الحيوية، وده مجال واعد لمستقبل مصر في مجالات التكنولوجيا الحيوية اللي احنا فيه يعني في حالة انفتاح ان احنا نطورها في مصر بشكل كبير جدا، فبنحاول نخرج باحث قادر ان هو يكون مواكب لسوق العمل. احنا هنا في القسم بنستهدف الطلبة خريجي كلية العلوم وكلية علوم الأرض وكلية الهندسة. الطالب بيحصل على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في كيمياء وتكنولوجيا صناعة الأسمنت. طبعا بني سويف أكبر تجمع، فيها أكبر تجمع لمصانع الأسمنت على مستوى جمهورية مصر العربية. الأبحاث اللي خارجة من الرسائل البحثية للطلبة طبعا بتستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. تتميز الكلية بوجود بنية تحتية قوية من أجهزة ومعامل متكاملة في التخصصات المذكورة، كلها متاحة للطلاب لتلبية احتياجاتهم البحثية دون عناء، فتقبل خريجي جميع الكليات العلمية بجميع تخصصاتها، ويتم منح درجات الماجستير والدكتوراه على أسس تحكيم دولية.